السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم إخواني النحالين. موضوع التغذية موضوع هام وشائك جدا، وله معايير وشروط محددة. التغذية وأنواعها، سواء التغذية السائلة أو التغذية الجافة، في محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل الأستاذ رشدي زريقي من فلسطين، والحديث حول التغذية متى وكيف وأين يتم ذلك، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التغذية مهما كانت، سواء كانت تغذية بروتينية أو سكرية أو سائلة أو عجائن، المفروض أن هذه التغذية يكون لها أهداف محددة ولا تكون عشوائية. فإذا كانت التربية أو عفوا التغذية في أوقاتها وفي مواعيدها وفي كمياتها وفي أهدافها، هنا تكون النتائج إيجابية على النحل. أما إذا كانت تغذية عشوائية، مجرد يعني أني أنا بدي أضيف محلول سكري أو بدي أضيف عجينة سكرية أو بدي أضيف عجينة بروتينية لأني أنا هيك شايف الظروف أو كذا، فهذه يعني تغذية عشوائية، والتغذية العشوائية نتائجها لا شك أنها راح تكون عكسية. فلا بد من أنها تكون التغذية مدروسة ومكننة من حيث الكيف والكم، سواء كانت التغذية مكثفة، تغذية مركزة، تغذية مخففة، تغذية بالعجائن. كل هذه الأمور لازم تكون يعني عند النحال له إجابات عليها. يعني أنا كمية التغذية، وقت التغذية، مكان التغذية، كل هذه الأسئلة لازم يكون في عند النحال إجابات عليها. فحتى نرتب الأمور، خلينا نحكي يعني أولا عن التغذية البروتينية، لأن هي أقل، العجائن البروتينية هي الأقل استخداما يعني في المناحل. فمثلا يعني بيكون في عنا فترتين للتغذية البروتينية. الفترة الأولى اللي هي بدها تكون في فصل الخريف، حتى يعني ننشط الملكة على وضع البيض، وهذا البيض اللي راح يفقس انه يكون هو النحل الشتوي اللي بده يعبر عليه معانا بفترة الشتاء. الفترة الثانية اللي هي مع بداية الانطلاقة الربيعية، ومع فترة الانطلاقة الربيعية ربما يكون الأجواء مثلا مناسبة لأنها الملكة تضع بيض، ويكون مثلا في الأجواء سواء كان في رحيق أو ما كان في رحيق، والنحال ممكن أن يقدم محلول سكري. في هذه الحالة ممكن أن الملكة تضع بيض بكميات أكبر ويبدأ النحل يتطور بشكل أسرع. هذه الفترتين الرئيسيات اللي ممكن النحال يستخدم فيها العجائن البروتينية. كذلك الأمر يعني متى ننتهي في فترة الانطلاقة الربيعية؟ ننتهي عندما نشاهد أن النحل بدأ بتخزين حبوب اللقاح، يعني بدأ يجمع حبوب لقاح من الخارج ثم بدأ بالتخزين، وظهرت عندنا كميات من حبوب اللقاح في الخلية. المفروض هنا أن نتوقف عن تقديم العجائن البروتينية. طب ليش بدنا نتوقف عن العجائن البروتينية؟ لأن العجائن البروتينية يعني هناك في اختلافات كثيرة بين يعني منتجين أو مصنعين العجائن البروتينية، ومهما حاولنا، وأعتقد أن كلنا متفقين على أنه مهما حاولنا إنتاج عجائن بروتينية لن ترقى إلى حبوب اللقاح الطبيعية. فيعني حبوب اللقاح أو يعني بالتغذية البروتينية ليست هو المقصود فقط أن الحصول على البروتين، لكن في هناك عناصر أخرى يحتاجها النحل. ومهما اجتهدنا في أن نقترب من حبوب اللقاح مش رح نوصل، لأن حبوب اللقاح هذه فيها الفيتامينات وفيها البروتينات وفيها الأملاح المعدنية وفيها الكثير من المعادن اللي ربما لا يستطيع لا النحال ولا حتى الشركات المنتجة للعجائن البروتينية إنها توصل. فلذلك يعني النحل مثلا النحل المريض لا يتعالج على العجائن البروتينية كما هو الحال مثلا عندما يتغذى على حبوب اللقاح. كذلك الأمر في موضوع مهم جدا
اللي هو بتعلق بالفرمونات والهرمونات والنشاط والحيوية عند النحل. فكلما كانت التغذية طبيعية كلما كانت النتائج أفضل. إحنا بدنا مع بداية الانطلاقة الربيعية ومجرد ظهور الحبوب اللقاح في الخلايا بدنا النحل يتغذى على التغذية الطبيعية. فالتغذية الطبيعية هي الكفيلة بتنشيط فرمونات وهرمونات النحل بشكل عام، سواء العاملات أو الملكة. وكذلك الأمور ممكن أنها تعالج بعض الأمراض اللي ممكن أن تنشأ، سواء كانت أمراض بتخص النحل كنحل عامل، أو ممكن تخص الحضانة. فالتغذية على الطبيعة هي كفيلة بمعالجة بعض الأمراض اللي ممكن تنشأ عندنا. كذلك الأمر، يعني أنا بدي أبعد عن النحل عن شبح الإسهالات وشبح يعني خلينا نقول الأمراض اللي ممكن أنها تصيب الجهاز الهضمي للنحل بشكل عام. فممكن يعني بعض العجائن أنها تؤدي إلى نتائج مش كثير سلبية، ولكن قد يكون في لها بعض النتائج السلبية على بعض في بعض الحالات. فبمجرد انه النحل بدأ على التغذية الطبيعية ما في عندنا نتائج سلبية. النحل ينظف جهازه الهضمي وترتفع مناعته وكل ما هنالك من هذه الأمور. نعود إلى التغذية السكرية. خلينا نبدأ بموضوع العجائن. موضوع العجائن يقدم فيه فترة اللي هي بتكون فيها درجات الحرارة منخفضة جدا، والنحل تعقد ولا يستطيع أن يصل إلى أطراف الخلايا، أطراف الخلية للتغذية على المخزون الغذائي الموجود عنده. فربما يعني في بعض إذا انخفضت درجات الحرارة أكثر من اللازم، مثلا اقتربت من الصفر أو تحت الصفر، فممكن النحل لا يستطيع أن يصل إلى المخزون الغذائي، رغم وجود المخزون الغذائي عنده لكن لا يستطيع الوصول إلى المخزون الغذائي. في هذه الحالة إحنا مضطرين إن نقدم له العجائن السكرية، بحيث انها تكون العجائن السكريه هذه فوق الاقراص مباشره، يعني فوق العنقود النحلي، بحيث انه النحل ما يحتاج انه يفك العنقود النحلي او يبتعد عن العنقود هذا ويتغذى مباشره، وهو متعنقد يتغذى مباشره على هذه العجينه السكريه. فالعجينه السكريه ليس الهدف منها لا التجييش، ولا الهدف منها التخزين، ولا الهدف منها التعويض، بل هي الإبقاء على حياة النحل وخوف عليه من الجوع وبالتالي الموت. فلذلك يعني نستخدم العجائن حتى تكون قريبة جدا من العنقود النحلي. فممكن أن نستخدم العجائن السكرية هذه إذا كانت درجات الحرارة وخصوصا ليلا قد تنخفض عن درجة حرارة 10 درجات مئوية، ممكن أننا نستخدم العجائن. بالنسبة لسؤالك حول أنه هل نقدم التغذية السكرية سواء كانت سائلة أو سواء كانت عجينة، هل نضيف لها شيء غير الماء والسكر؟ نعم ممكن أن نضيف، ولا بد من أن نضيف. ممكن أن نضيف الليمون، ممكن أن نضيف الخل الطبيعي، ممكن نضيف بعض منقوع بعض الأعشاب الطبية. حتى طبعا الليمون أو الخل هذا ممكن نضيفه لمعالجة أو لمعادلة البي اتش في هذه التغذية. وكذلك الأمر يعني بيكون فيها نسبة من فيتامين سي، فإحنا بدنا نرفع نسبة الفيتامين سي عن طريق إضافة الليمون أو الحمضيات بشكل عام، حتى نرفع مناعة النحل سواء في فصل الشتاء البارد أو مع بداية الانطلاقة الربيعية. فعندما يعني تبدأ الانطلاقة الربيعية وفي عند النحل هذا مناعة، بنكون يعني أنا حصلنا من بعض الأمراض اللي ممكن أن تنشأ في فصل مع نهاية الشتاء وبداية الربيع،
ومن هذه الأمراض اللي ممكن تكون أنها تكلس حضني، ممكن يكون تكيس حضني، ممكن إنه يكون في عندنا تعفن حضني أوروبي وما شابه من هذه الأمراض. فعندما نقدم إحنا الفيتامين سي عن طريق إضافة عصائر الحمضيات، فبنحصن نحلنا من أو بنعطي وقاية لنحلنا إنه ما يوقع في هذه الأمراض. ومعروف إنه درهم وقاية خير من قنطار علاج. مع ارتفاع درجات الحرارة، عندما تصبح درجات الحرارة مثلا نهارا 18، في الليل ممكن تكون يعني ما تصل ل 10، تكون أكثر من 10، ممكن نستغني عن العجائن نهائيا. لأنه المفروض أن يكون النحال يعني قدم التغذية السكرية والنحل خزن هذه التغذية السكرية. وما دام درجات الحرارة تنخفض ليلا عن 10 درجات مئوية فما بشكل العنقود النحلي، وإن شكل العنقود النحلي في بعض الليالي اللي ممكن تنخفض فيها درجات الحرارة عن 10، ممكن هذه الليالي تكون يعني قليلة مدة يوم أو يومين. وثانيا عندما ترتفع درجات الحرارة في النهار إلى ما فوق 18، بيكون النحل عنده القدرة على الوصول إلى المخزون الغذائي. طبعا لابد أن يكون النحل مضغوط في كل الأحوال. بالنسبة للمحاليل السكرية، المحاليل السكرية ينطبق عليها ما ينطبق على العجائن السكرية، يعني لا نستخدم الماء فقط، ربما نستخدم كما ذكرنا في العجائن أن نستخدم منقوع الشيح، ممكن نستخدم منقوع القرفة، ممكن نضيف الكركم، ممكن نضيف منقوع الزنجبيل وما شابه من هذه المواد. طبعا وكذلك الأمر أن نضيف عصير الليمون أو البرتقال. وأنا شخصيا كل التغذيات سواء كانت عجائن أو كانت سوائل يعني لابد من استخدام عصير الليمون أو الخل، وأكثر بستخدم عصير الليمون سواء كانت درجات الحرارة منخفضة أو مرتفعة. ما دام بستخدم التغذية لازم أستخدم معها عصير الليمون. أما بالنسبة للمحاليل السكرية والتركيزات، فأستاذنا الكبير يعني عندنا التغذية مثلا تنقسم إلى 3 أقسام. في عندنا التغذية التعويضية والتغذية التنشيطية والتغذية نسميها تغذية إنقاذ في بعض الأحيان. فمثلا يعني لما نحكي عن التغذية التعويضية، بعد الموسم الأخير في يعني القطفة الأخيرة النحل سيكون في عنده شح في أو خلينا انخفاض في المخزون الغذائي، فلا بد من أن نقدم له تغذية تعويضية. وهذه التغذية التعويضية سواء كانت درجات الحرارة مرتفعة أو منخفضة، وعلى الأغلب هي بالتغذية التعويضية بتكون درجات الحرارة لا زالت يعني مناسبة، أو خلينا نقول يعني فوق 25 أو 30، وبتكون نسبة تركيزها 1:1. أما التغذية التنشيطية اللي هي ممكن تكون مع بداية الربيع ودرجات الحرارة بتكون اتعدلت، فممكن ان في هذه الحالة ممكن ان نقدم تغذية سكرية بتركيز 1:1.5، بحيث انه احنا ما بدنا تكون التغذية مركزة، لانه النحل في على جميع الحالات وفي جميع المراحل والظروف فهو يحتاج الى الماء لتخفيف كثافة التغذية او تخفيف كثافة العسل وتقديمها لليرقات الصغيرة. يعني الأنسب والأقرب إلى الطبيعة اللي هو طبيعة الرحيق، ولتركيز السكر فيه بيكون تقريبا من 1.5% إلى 1.6. فإحنا بنقدم له 1 سكر إلى 1.5 ماء، وهي بتكون تقريبا مقاربة للرحيق، والنحل لا يتكلف الكثير من الماء حتى يكون بتمديد المحلول السكري هذا وتقديمه لليرقات. لكن مثلا في فصل الشتاء وقبل الدخول إلى في فصل الخريف وقبل الدخول إلى مرحلة الشتاء، لابد من أن يكون في عندنا ما يسمى بالتغذية التخزينية. احنا بدنا نقدم للنحل
محلول سكري، وهذا المحلول السكري بدنا نحن نخزنه، فممكن نقدم له 1 إلى 1، وبتكون أسهل على النحل في إنه يعني يقوم بتبخير أو تركيز الماء في التغذية هذه، وتصبح قابلة للتخزين كما يقوم بتخزين أو أو يعني بحاول يعني بيكون بتركيز حبوب بتركيز الرحيق وتحويله إلى عسل. ففي هذه الحالة بدنا يعني نحاول إن نقدم له تغذية تكون سهلة عليه الامتصاص، ما تكون مركزة كثير، يعني ما بدنا نقول يعني 2 سكر 1 ماء، لأنه بتصير صعب على النحل امتصاصه، لكن بدنا نقدم له 1 إلى 1، وهذه الكمية التركيز هذا بيكون مناسب للنحل إنه يخزنه ويستخدمه في فترة الشتاء. وهو يعني هذه المرحلة المهمة مهمة جدا في عملية التغذية، اللي هي ما اللي تسبق عملية يعني مرحلة الشتاء ومرحلة البرد اللي بتكون في أواخر الخريف. فبنقوم بتقديم هذه التغذية بكميات أكبر، ممكن إنه في كل تغذية مثلا نضيف له 2 لترين 2.5 لتر، ممكن 3 لتر، حسب المنطقة اللي النحال بيعيش فيها، فيها رحيق ما فيها رحيق، حتى يقوم هذا النحل بتخزين هذه الكميات لاستخدامها في فترة الشتاء التي قد تكون طويلة في بعض السنوات. فالتغذية هذه مهمة جدا، يعني إذا يعني تم تقديم هذه الكمية ويعني صار في عند النحل أقراص مختومة، ربما لا نحتاج في بعض الأحيان، ربما لا نحتاج إلى التغذية بالعجائن، وخصوصا أنا أتكلم عن المناطق المعتدلة في منطقة بلاد الشام والعراق، المناطق الساحلية مثلا، إذا كان في عند النحل كميات كويسة جدا من التغذية في الأقراص، يعني النحل خزنها في الأقراص، صار في عند النحل بروزين 3 4 من الرحيق من التغذية المختومة، قد لا نضطر إلى استخدام العجائن. واستخدام العجائن يعني ما بيكون إلا في الجبال العالية واللي بتتعرض برد شديد في فصل الشتاء، واللي ممكن يقع فيها كميات كبيرة من الثلوج وتنخفض درجات الحرارة فيها إلى ما دون الصفر المئوي. في هذه الحالة يعني لابد في المناطق العالية وكثيرة الأمطار والثلوج من استخدام العجائن السكرية، حتى وإن وجدت العجائن وحتى وإن وجد الرحيق أو وجد العسل في داخل الخلايا. تحياتي لك أستاذنا الكريم، ونتمنى لك طول العمر والصحة والسعادة.